اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال على ابداء الاهتمام بعدد من القضايا المهمه اللي بتمس عمال مصر وبتساعدهم على الحياه الكريمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر عده توجيهات، منها سرعه الانتهاء من مناقشه مشروع قانون العمل بالاضافه لزياده قيمه الحد الادنى للاعانه، وده في نفس الوقت اللي بتقوم فيه مبادره ابدا بدور كبير جدا في الفتره الحاليه لدعم الصناعه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونتكلم في كل ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. برحب بحضرتك يا فندم، منور. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور. اسمح لي أبدأ مع حضرتك من مشروع قانون العمل اللي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه. بكل تأكيد دي نقطة مهمة جدا. الحقيقة السيد الرئيس بيهتم جدا بالعنصر البشري كأحد العناصر المؤثرة في تكوين الدولة المصرية واللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. كان عندنا مراحل عديدة، مرحلة الاستقرار وبناء الدولة، ثم مرحلة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كبير، ويتوازى معاهم في الفترة الأخيرة الاهتمام بالعنصر البشري اللي بيدخل منه بالقطع العمال. الحقيقة أن قانون العمل محتاج تعديلات كتيرة جدا، وتم التعرض ليه بشكل بسيط كده في الحوار الاقتصادي في الفترة الأخيرة اللي وجه ليه أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصى بأن يكون في الحوار اللي هو المجتمعي، الحوار الاجتماعي، يتم تقديم القانون، مشروع القانون لمجلس النواب. وأعتقد أن دي فرصة جيدة جدا لكل المهتمين عموما بسوق العمل، ومش مجرد بس أعضاء مجلس النواب، بل أيضا ممكن طرحه بشكل كما تفضل السيد رئيس الوزراء وقال أنه ممكن يتم مناقشته في الحوار الاقتصادي أيضا، لأن بيبقى فيه مجموعة من المختصين، والحقيقة بتبقى آرائهم جيدة جدا، لأن في مقابلة لازم تحصل بين العرض اللي هو الناس اللي بتخرج كل سنة لسوق العمل والطلب. الحقيقة في فجوة كبيرة جدا بين الاثنين، مش في العدد، لا، في تمكين أو اللي هو المطابقة لشروط سوق العمل. يعني في نسبة كبيرة جدا مش مطابقة لاحتياجات الشركات الفعلية، وبالتالي الموضوع ده محتاج تعديل أيضا في مناهج التعليم، محتاج تعديل في التدريب، ودي النقطة اللي أوصى بها أيضا السيد الرئيس لتدريب وإنشاء مركز لتدريب الشباب بشكل كبير جدا. يعني الموضوع مش مجرد أنه توفير فرص عمل، لا، فرص العمل المتوفرة في الأسواق حاليا خاصة بالنسبة للقطاع الخاص، لأنه بينافس وعلى المستوى الدولي بتحتاج مهارات خاصة وتدريب أيضا. العمالة المصرية طول عمرها بتحظى بتقدير كبير جدا في أسواق العمل، وخاصة في أسواق المنطقة العربية وبعض الدول الأوروبية، لكن في تغير كبير ولازم يواكبه أولا تعديل بعض المناهج ومطابقة احتياجات أسواق العمل، بالإضافة إلى التدريب اللي عليه عامل رئيسي ومهم جدا خاصة بالنسبة للقطاع الخاص. يعني بالتأكيد زي ما حضرتك ذكرت أنه كل المشروعات هتوفر فرص عمل عديدة لقطاع كبير جدا من عمال مصر، وأيضا اللي منهم جزء كبير من الشباب. وزي ما حضرتك أوضحت يعني نقطة مهمة جدا دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضعها في أولوياته، هي فكرة تمكين الشباب ولكن مع تدريبهم ليكونوا قادرين ويكونوا كفء بالعمل في مثل هذه المهن. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أولى اهتمام كبير جدا بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور. بتشوف النقطة دي إزاي، وأنها خاصة في ظل الظروف الحالية بتدعم قطاع كبير جدا من المجتمع المصري؟ بكل تأكيد شبكات الحماية الاجتماعية عليها دور رئيسي في بناء الدولة المصرية حاليا، مش مجرد للعمال بس، ولكن كل المواطنين، وأيضا اللي أنهوا خدماتهم أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الفئات الأقل حظا في المجتمع.
وأيضا المرأة بشكل رئيسي لأنها معيل أساسي وخاصة في المناطق غير الحضرية في الريف سواء في الوجه البحري أو في الوجه الإبلي. الحقيقة أن مادة شبكات الحماية الاجتماعية ومنها بالطبع الإعلان عن زيادة الإعانة اللي كانت 600 جنيه والحقيقة أن الرئيس قرر أنها تكون 1000 جنيه، ولكن في نقاشه مع السيد رئيس مجلس الوزراء أوصى بزيادة الصندوق اللي هو البطالة والإعانة ب5 مليار. هو صندوق كانت قيمته 8 مليار وبيصرف من العوائد للعديد من الأمور، مش مجرد اللي هي إعانات البطالة أو الإعانات التعطل عن العمل، خلينا أقول التعطل عن العمل. وقرر السيد الرئيس أن هي تكون أزيد من كده 1500 جنيه. الحقيقة ده خبر جيد جدا لكل العمال خاصة مع ارتفاع غلاء المعيشة بشكل كبير. وما ننساش أيضا الحديث للسيد الرئيس عن مد مظلات الحماية الاجتماعية بما يدعم أولا بيقلل من تأثير التضخم على المجتمع وأيضا العمال بصفتهم العامل الرئيسي المحرك لقوة في سوق العمل والإنتاج في مصر والعالم عموما، بالإضافة للمبادرات الخاصة بوقف ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية. الحقيقة أن ده أيضا بيدخل بشكل ما وبشكل رئيسي أيضا في مادة مظلات الحماية الاجتماعية اللي بيدخل أيضا من ضمنها توفير السلع التموينية، بالإضافة لتوفير نقاط الخبز، ودي أيضا عامل مهم جدا بالإضافة لعملية ضبط الأسواق. يعني مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها أيضا التعليم، بما فيها الصحة، بما فيها المبادرات، وأيضا المتعلق بنقطة مهمة قبل ما انساها المتعلق بالأجور. الحقيقة إن ما بقاش 1 مايو أو زي ما كان في عهود سابقة معاد للإعلان عن زيادة ويتبعها زيادة كبيرة في الأسعار من قبل التجار. الحقيقة بيتم دراسة جدول وهيكلة الأجور والمعاشات بشكل كبير منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والخطة 2030، وبيتم زيادة مش مرة أو اثنين، أحيانا أيضا بيتم زيادة المعاشات وخاصة معاشات الفئات الأقل حظا في المجتمع مرتين وثلاثة زي ما حصل السنة اللي فاتت.